السلام عليكم. الاسم الجزولي عبد الرزاق، كنبلغ من العمر 26 عام، المستوى الدراسي 5 ابتدائي. انقطعت عن الدراسة بسبب واحد الحادث كان وقع لي في 2011. المهم يعني انا كنسكن في البادية. قلت انا واحد الصديق ديالي قلنا نمشيو نطلعوا للمدينة نخدمو. لحقنا القنيطرة، يعني لحقنا، مازال النهار، يعني ملي جا الليل يعني ما لقيناش فين نمشيو. قلت لصاحبي، قلت له غنطلعوا عند الخوادرية، الاخت ديالي، غنطلعوا عندها لسلة حتى الغدا ونشوفوا شنو نديرو. باش بغينا ندخلوا التران، يعني ما عندناش التيكيت ديال باش تدخل التران. مع هذا طويت تلاقانا واحد السيد ما كنعرفوش، قلنا اجي نوريكم واحد الطريق. المهم مشينا معاه، ورانا واحد الصور نقزنا منه باش بغينا ندخلوا للتران. يعني ما بان لنا بزاف ديال المخزن تما وبزاف ديال الكارديانات، يعني نتوما عارفين يعني الدراري ديال ولاد العروبيه يعني ما كيطلع المدينه بحال اللي ما عرف حتى شي حاجه تما كاين. المهم بانوا لنا واحد الفاكوات، يعني ترانات ديال السلعه واقفين تما. قلت له نرتاحوا هنايا حتى الصباح ونتحركوا. المهم دخلنا تحت التران، فرشنا واحد الكريطينات وصافي نعسنا. فاش بغينا نعسو قلت له تخيل خويا يعني تحرك، قال لي راه لا تحركات شهد. وداك الشيء اللي وقع، يعني تحكات ديك الوحده جوج تقريبا بدا يدينا الناس، كنسمع ديمارات. يعني بغينا نخرجو، ولكن باش تخرج يعني كيف تخرج؟ تحرك تضيع كامل ولا غتصبر لتحت؟ يعني بقينا صابرين هكاك وهي تحرك. ملي تحركات كنت لابس انا واحد القبيه شدتني من القب ديالي، تقريبا واحد المسافه بقات جراني. واحد شويه كنحس براسي درت، يعني دوراتني، وديك الساعه مشاو لي رجلي بجوج وتقطعوا لي رجلي بجوج. صافي يعني ما عرفش كيفاش غادي نوصل لكم. يعني في الاول ما تقبلتهاش، تقريبا واحد 7 شهور ديال اللي دوز ديال المحنه في سبيطار الغابه. يعني نتوما عارفين سبيطار ديال الدوله، يعني راه المهم لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. صافي يعني دز داك 7 شهور جيت للبلاد هنايا، يعني ما كاين ما يدار في البلاد. تقريبا واحد العام ما كنخرج كاع من الدار. يعني في الاول ما تقبلتهاش في الاول، ولكن الحمد لله على كل حال. داز عام، يعني ما كاينش ما يدار تما في البلاد عندنا، راه ما كاين والو. صافي يعني دبانوا لي الدراري كيمشيو للجامع كيقراو، قلت انا غادي نمشي للجامع نقرا، ما كاين ما يدار. المهم بديت كنمشي للجامع، اليوم غدا. صافي ولفت كنمشي مع الدراري للجامع، ولكن فاش وصلت واحد الايه يعني القلب ديالي اطمئن، وعرفت بان هادشي ديال الله سبحانه وتعالى. قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. ثم صافي اطمئنت ورضيت بالواقع ديال الله سبحانه وتعالى، وعرفت هادشي كامل مكتوب والحمد لله على كل حال، وانا راضي بحكم الله سبحانه وتعالى. المهم تقريبا 7 سنين بحال هكاك، يعني 7 سنين 6 سنين، يعني واخا ما كنتش كنمشي يوميا مع سبب ديال كاين الغيث تما، كاين في الكروسه، يعني كنت كنستعمل الكروسه المتحركه، يعني صعيب باش توصل للجامع. المهم نهار كنمشي، نهار ما كطيحش الشا، كنريح في الدار، كنبقى نقراي في الدار. المهم الحمد لله دابا انا حامل كتاب الله ولله الحمد. يعني كنت كنفكر فاش كنت كنقرا في الجامع يعني نحفظ القران وثاني نولي امام مسجد، ولكن فاش كبرت وحفظت القران يعني انا ما كتجوز فيا شروط الامامه، يعني ما يمكنش ليا نولي يعني نشاد فقيه مثلا في الجامع. والحمد لله يعني من بعد درت واحد رجلين اصطناعيين، كان ساعدتني واحد الجمعيه في الرباط، درتهم وتقريبا دوزوا عندي 3 سنين. 3 سنين يعني صافي ولفت انا بادر جلدين اصطناعيين، يعني وليت كندير شي حوايج كاع ما كنت كنديرهم بالكروسه. يعني كنسافر بوحدي، كنقدر نمشي للجامع بكل سهوله ولله الحمد. ودابا راه الطبيب طلب لي واحد المبلغ باش نبدلهم، يعني هما كل 3 سنين خصهم يتبدلوا، كل 3 سنين خصك 5.5 مليون باش تبدلهم. يعني هاد المبلغ راه بنادم بصحته ما يقدرش يجمعه. يعني انا كان
كنطلب من خوتي المحسنين والمسلمين داخل الوطن وخارج الوطن انهم يتعاونوا معايا غير باش نبدل هاد الرجلين الاصطناعيين. انا بغيت فهمتيني ما بغيتش نحتاج المساعده يعني شي واحد يدفع بيا، يعني هاد الرجلين كيسهلوا لي بزاف ديال المأمورين، يعني راه تقدر تسافر بوحدك تقدر تمشي اي بلاصه. المهم انا كنطلب منكم اخوتي المحسنين توقفوا معايا باش نبدل هاد الرجلين الاصطناعيين. انا ما طالب والو، بغيت غير نعيش حتى انا فهمتي، يعني حتى انا بغيت نكون اسره، بغيت ندير وليدات، بغيت نتزوج، كنحلم كيف ما كيحلم اي شاب. المهم كنتمنى اخوتي المحسنين تشوفوا فيا حاله خوكم حاله انسانيه. انا راكم يعني كون كان عندي راه ما غاديش باش نبان في هاد الشاشه، انا راه ما عرفتش كيفاش غادي نوصلها لكم، ولكن نتوما غادي تفهموني اخوتي. المهم الله يجازيكم بخير، وكما قال الله في كتابه العزيز وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. الله سبحانه وتعالى ما غاديش يضيع هادشي اللي غادي تنفقوا، راه كلشي قدامكم، يعني راه انتوما كتشوفوا الحاله. الحمد لله الحمد لله، دام كتاب الله سبحانه وتعالى وانا راضي بحكم الله، يعني ما طامعش في شي حاجه، بغيت غير رجلين اصطناعيين باش نتمشى، بغيت حتى انا كيفاش فهمتي، يعني راه ما خدامش ما خدام والو، راه نفس الروتين نفس اليوم كيتعاود. ولكن الحمد لله على كل حال، بغيت انا ندير شي مشروع هكا، بغيت انا نتحرك، نحس باني كاين في المجتمع، حتى انا راه كاين ونقدر نعطي الكلمه ديالي، وكن انا بحاجه الى المساعده.